معنا فيديو جديد اليوم غادي نقترح لكم هاد لاباك دو مارياج اللي كتجي خفيفه وزوينه وانيقه كيف كتشوفوا معايا البنات كتجي رائعه الديزاين ديالها شي حاجه اللي خفيفه تقدر تلبس ديما كيجي عن قرب البنات على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا سوليتير هكا كاري بعد الحجرات بيان سيرتي في البيض مع لاليونس اللي كيجي سامبل فيه هنا جوج صفات في الحجر وهاد الديزاين من الوسط اللي كيجيو فيه على الشكل ديال قليبات اللي صغيورين اللي كنتمنى انهم يكونوا واضحين بالنسبه لكم كيجي غزال وزوين كيف كتشوفوا معايا فوالا كيجي على هاد الشكل من الجل من اللور كيجي البنات لاباك ديالنا على هاد الشكل الطابع ديال الديوانه كيجي هنا واللبسه ديالو كتجي شي حاجه اللي خفيفه وزوينه وتقدر تلبس شاك جوغ رائع وزوين واللي كنتمنى انه يكون واضح بالنسبه لكم ونال الاعجاب ديالكم لي زانفورماسيون ديالو كاملين كاينين في لاباك ديال فورماسيون بالصحه والراحه وما تنساوش البنات مجوهرات فاتين بهي الاحترام قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.